اهلا مشاهدي الكرام ومشاهدي انفاس بريس ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. القضيه تتعلق بقضيه المغرب الاولى وهي قضيه الملف الوحده الترابيه على ضوء الخطاب الملكي الاخير في افتتاح الدوره التشريعيه الاخيره، فاللي تحدث كله على ملف الصحراء. ضمن هذا النقاش سوف نستضيف الاستاذ مصطفى يخلف اللي هو المحامي بهيئه اكادير وصاحب كتاب ملف الصحراء بالامم المتحده. هو عباره عن تجميع لمجموعة من الوثائق من سنة 1952 إلى الآن، طبعا مع الميزاجور دياله ومع التعديل أيضا ديال الوثائق اللي يعد هذا الكتاب واحد المرجعية. سوف نناقش مع الأستاذ مصطفى خلف عدد من القضايا، من بينها يعني قراءة الخطاب الملكي الأخير وأيضا تشكيل لجنة للدفاع عن الوحدة الترابية داخل مكتب هيئة المحامين بالمغرب. أستاذ مصطفى خلف أهلا وسهلا ومرحبا بك. شكرا جزيلا سي منير، وسعيد ان نكون معكم في هذا اللقاء الجد مهم. نعم، كما قلنا بانك الاستاذ مصطفى يخلف انت مؤلف كتاب ملف الصحراء بالامم المتحده. هذا الكتاب يعد مرجعيه لفهم النزاع خصوصا من الوجه القانوني وبالاساس القانون الدولي، كيتوفر يعني على عدد من الوثائق والقرارات المرجعيه الخاصه. ولكن قبل ما نتكلموا على هذا الكتاب، اعطينا تعليق ديالك حول الخطاب الملكي الاخير بمناسبه افتتاح هذه الدوره، خصوصا على انه خصص 100% تقريبا لهذا النزاع المفتعل في قضية الصحراء. شنو التعليق ديالك عليه؟ أول حاجة بالنسبة للخطاب الملكي الأخير اللي هو بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، إنما هو باقي على ثابت في الوضوح للمغرب في قضية الصحراء. يعني المملكة المغربية أصبحت واضحة، جلالة الملك يتحدث بما يتعلق بالوحدة الترابية بأن انتقلنا من مرحلة ديال التدبير لمرحلة ديال التغيير، وكذلك مقاربة كانت عندنا سابقا المقاربة ديال ردات الفعل. نعم، جلالة الملك في الخطاب ديال العيون أعطى الضوء الأخضر لكل المغاربة أن يكونوا مساهمين بمبادراتهم، بأفكار ديالهم، بالمؤسسات ديالهم، كذلك بالاحترافية في العلاقات الاستراتيجية سواء كانت رسمية أو غير رسمية، من أجل أن يكون لنا نحن المبادرة الاستباقية لنبينوا الآخرين بأننا احنا ما كنسعاوش بأنك تقبل منا ولا ترفض بأن الصحراء مغربية. تاريخيا الصحراء مغربية، روحية في العلاقة الروحية الصحراء مغربية، بشريا الصحراء مغربية، جغرافيا الصحراء مغربية. إذا بالتالي هذاك أننا كنبقاو كنشوفوا بشويه بديك الشوفه ديال الاخر كيفاش يقبل منا ولا ما يقبلش منا. انا نقولوا بالنسبه للمغرب حدد بان علاقته الاستراتيجيه وعلاقته التعاون الخارجي او المصالح المشتركه مبنيه على واحد الحاجه، واش انت مع المسائل اللي كتعلق بهذا الوطن هذا كامله؟ مرحبا. واش انت عندك شي موقف؟ اسيدي سير تفكر واجي عندنا. وحنا شفنا الحاله اللي كانت مع اسبانيا والحاله اللي كانت مع فرنسا، بحكم ان هادو الدولتين اللي هما عندهم علاقه مع المغرب بحكم ما قبل الاستقلال، ابانت بان الثقه في النفس والثقه في القضيه كتخلي الاخر شحال ما حاول باي اسلوب، سواء اسلوب مصلحه او اسلوب مناوره، في الاخر كيبان لي بانه من الاحسن لي مع المملكه الشريفه ان يكون في خط واحد. والدليل ان جلاله الملك قدم الشكر للرئيس الفرنسي وللشعب الفرنسي لانه اعترف بشكل صريح وحسم في مساله ديال ان القضيه ديال الوحده الترابيه قضيه عادله، ولا دليل على ذلك الا ان المبادره ديال الحكم الذاتي هي عليها اقبال وعليها اجماع دولي. جات فرنسا بحكم انها هي عضو دائم في مجلس الامن، انضافت الى امريكا التي سبق لها بالمرسوم الامريكي في عهد ترامب ان اعترفت بقضيه الوحده الترابيه بانها قضيه محسومه بالنسبه للمغرب، وكذلك مبادره ديال الحكم الذاتي. وبالتالي هذا الشيء كيبين بانه عداله القضيه يجب ان تظهر فينا احنا، خص الاخر يحس بك بانك انت فعلا صاحب حق، ماشي انت كتبقى كتسنى حتى كيدير هو شي حاجه ما كتعجبك عاد كتجي كتولي كتبرر. ما نبررش لك انا، هذا هو بتاعي، حتى هو بتاعي نشرحها لك انايا بكل لغات العالم، نشرحها لك بكل الاساليب، نشرحها لك بكل انماط ديال تقريب الصوره لك، سواء كانت تاريخيه، كانت دينيه، كانت اجتماعيه، كانت اقتصاديه، كانت ماليه، كانت فنيه. وبالتالي كل واحد من المجال تاعو، وهنا منين جاء بانه على الجميع ان يكون متواجدا وان يبقى العمل بهذه الجديه والعمل بهذه الصرامه والعلم بهذا الوضوح والعمل بهذا التعريف بهذه القضيه العادله، ان يكون من جميع المؤسسات. وهذا من خلال يعني حتى الامر اللي تكلمت عليه انه الدعوه الملكيه ان نخرجوا من ذاك رد الفعل
الان من خطاب الملكي من غادي نرجعوا لواحد الفقره ديالو اللي كيتكلم يجب شرح اسس الموقف المغربي للدول القليله التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ والعمل على اقناعها بالحجج والادله القانونيه والسياسيه والتاريخيه. نتكلموا بما انكم محامين، كيف ممكن انه يكون ترافع بالادله القانونيه؟ هو اقرب واحد لانه يقدر يوصل بالاقناع هو المحامي. نعم. لسبب بسيط جدا، لانه كتكون عنده اول حاجه سرعة البديهة، التركيز في الأفكار، استراتيجية ديال البناء، منهجية الوصول إلى إقناع ذاك الآخر هو المحامي. الحمد لله احنا في المغرب من خلال المؤتمرات ديال جمعية هيئات المحامون المغرب متوالية ومتواترة، بأنه كان دائما كيكون هذاك الإعلان بأننا احنا مع القضية الوحدة الترابية وأن المحامون في الصف الأمامي وكذا، ولكن كانت عندنا واحد العائق، هو بحكم قبل من خطاب الملكي ديال العيون كانت ما كانتش عندنا كيفاش يمكن لينا نساهموا إلى جانب المؤسسات الرسمية، وحنا كمؤسسة موازية أو كهيئات موازية كيفاش نساهموا حنا الموضوع يدخل، يعني كيبقى السيادة البلاد والدفاع عليها العائلة البلاد بحكم أنه رئيس الدولة. ولكن من جاء الخطاب الملكي وعطى هذه الفرصة هذه إلا وأنه فتح لك واحد الباب بالنسبة للمؤسسات اللي هي مدنية أو مهنية على أنها تقوم بالدور ديالها. هذا الدور ديالها كيبقى كيفاش يكون؟ حنا انا نتكلم كمحامي مصطفى يخلف الى جانب التجاني الهمزاولي هو من اطول المغربيه في حقوق الانسان وما شاء الله عليه، يعني متواجد في المؤسسات الدوليه لا في الامم المتحده ولا مجلس حقوق الانسان، واللي كيقدر نقولوا بانه من الطاقات اللي يمكن لنا نستافدوا منهم، وهو دائما كان حاضر معنا في كل شيء. قدرنا على اننا منذ 2016 نصدر واحد الكتاب سميتو ملف الصحراء بالامم المتحده، يحتوي هذا الكتاب هذا على ايش؟ على كل القرارات الصادره على الجمعيه العامه للامم المتحده ومجلس الامن ومحكمه العدل الدولي والمرسوم الامريكي المعترف بمغربيه الصحراء. هذا القرار ديالش من سنه 1952 الى 2022، كنحينوه كل سنتين. علاش درنا باللغه العربيه؟ ليكون دليلا مرجعيا بالنسبه لاي واحد مهتم بالقضيه الوحده الترابيه يعرف بعدا هي الملف القانوني في الامم المتحده كيداير، ويميز بانه القرارات ديال الجمعيه العموميه هي قرارات غير نافذه، كتبقى غير قرارات مشكليه في اطار التداول، ولكن اللي هي مهمه هي القرار ديال مجلس الامن. الحمد لله طوال هذه السنوات هذه ما عمر صدر مجلس الامن بحكم ان القرار تاعو نافذه صدر شي قرار ضد المملكه المغربيه. هذا ما كيعنيش باننا صافي مجرد ما عمرو صدر هذا القرار هذا اننا نبقاو كنتفرجوا، لا، يجب الاستفاده من هذاك المرسوم الامريكي اللي اعترف بالقضيه الوحده الترابيه. وحنا عندما نتكلم عن المرسوم الامريكي نتكلم على الدوله اللي تعتبر دراكي العالم والاولى قائده فيما يتعلق بمجلس الامن، وهي من الدول الخمسه اللي هي عندها حق الفيتو وتحكم في القرارات العالميه من خلال استراتيجيه ديال التعاون ديال كذا. بالتالي هادشي كله خصنا نوصلوا ليه. بالتالي شنو يمكن لي يدير المحامون؟ شنو يمكن لهم يديروا؟ وكيفاش المحامون بيناتهم يكونوا فاهمين شنو هي المجالات اللي يمكن لهم يترافعوا فيها؟ كيفاش يمكن لهم يقدموا هذا الدور هذا سواء على مجلس حقوق الانسان، مجلس حقوق الانسان في جنيف، يمكن المحامون يترافعوا في مثلا جزئيه معينه ديال 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 اظهار بان هذاك العدو الجار تاعنا اللي كيخلق لنا المشاكل او دوك اللي كيكونوا من مور هذا الجار هذا اللي كيستافدوا من الاعانات وكيستافدوا من كذا، كيفاش نوصلوا لهم بان هذاك الشيء راه ماشي صحيح ونترافعوا بشي طريقه. في فتح الانتهاكات اللي كتعرفها. نعم، واكثر من ذلك المغاربه دابا مختلفين. مثلا احنا في الجنوب هيئه اكادير اللي عندها زياد من 1200 كيلومتر امتداد جغرافي واكثر من تالودان حتى للداخله، واكثر من مساحه اكثر من نصف مساحه المهنيه على الجغرافيا المهنيه كاين عندنا. اذا احنا اقرب لمن؟ احنا اقرب لدول الجنوب. احنا اقرب موريتانيا، احنا اقرب المالي، احنا اقرب النيجر، السنغال، بوركينا فاسو. وحنا من تحتنا فرصه في استقبال الوفد ديال المحامون الموريتانيين من منطقه الكركرات، المنطقه الحدوديه، وانت كنت حاضر معنا السيمونين، بان بان البشر لا يؤثر الا البشر، وبان بانه الناس مستوعبين بالمعامله تاعنا بداك الشيء اللي شافوا في العيون، شافوا في الداخله، وشافوا في طنطان، وشافوا في قلميم، وشافوا كذا، شافوا بانه ليس كما يصور لهم او يسوق المغرب بشكل اخر. ونقول لك بانه الاقاليم الجنوبيه الان
ما بقاش باقي ديك المنطقه اللي يمكن نتخيلوا بان شنو فيها. لا بالعكس، التمثيليات الدبلوماسيه ما شاء الله في الداخل والعيون بشكل يعني متزايد من الدول العربيه والدول الافريقيه، في انتظار على انه حتى الدول الاوروبيه حتى هي يكون عندها هذا التنافس هذا من اجل يكون عندها تمثيليات اخرى. مدينه العيون ولا الداخل ملي كتكون عندنا الزيارات الميدانيه ما كيقنش الوقت على اننا نوريو لهم مثلا شنو هي هاد الامكانيات الماديه والامكانيات الجغرافيه والاستثمارات اللي ممكنه والعنصر البشري الطبيعه تاعو البنيه الاجتماعيه تاعو. ما كيقدناش الوقت بقوت ما انه كاين زخم كثير جدا، لا من ناحيه السياحه، لا من ناحيه المناظر الجميله، من ناحيه البنيه العمرانيه الجيده في العيون اللي بينت بانه مدينه. نعم، هذا الشيء كله خص على انه كيفاش نوصلوا للاخر ونقربوا الاخر، وبالتالي كل واحد بالاسلوب تاعو. ولكن كيبقى الاسلوب والاسلوب قانوني بالاساس. طبيعه الحال اسلوب قانوني. وهذا الاعلان ديال 11 اكتوبر 2024 ديال هيئه المحامون، جمعيه هيئه المحامون بالمغرب اللي قال بتشكيل لجنه دبلوماسيه، كيبقى هذا اعلان. شكون اللي خصو يفعل هذا الشيء؟ وهو الهيئات، 17 كل هيئه. حنا في اكادير كان عندنا مشروع ديال احداث لجنه ديال الدفاع على القضيه الوحده الترابيه، على اساس اننا بحكم حنا اقرب هيئه المناطق الجنوبيه. بالعكس، وحنايا العيون والداخله وقلميم داخلين عندنا في النفوذ المهني ديال هيئه المحامين باكادير. وبالتالي هذه اللجنه شنو الدور ديالها؟ اول حاجه دير بعدا التعبئه الداخليه بالنسبه للاجيال الصاعده، بحكم ان النزاع هو معمر ازيد من 50 دابا سنه، وبالتالي راه المحامو الجدد يقدر على انه في الحب تاعو للوطن تاعو هو كاين، ولكن يبغي يعرف شنو هي الاسس التاريخيه والقانونيه. مثلا يبغي مثلا يشوف دوك الاتفاقيات اللي كانت ما بين المغرب وما بين بريطانيا وما بين فرنسا وما بين اسبانيا وما بين البرتغال، اتفاقات اقتصاديه، يبغي يشوف دوك المعاهدات، يبغي يشوف هذوك الرسائل الملكيه اللي كانت متبادله، يبغي يشوف هذوك الامور اللي هي كترجع 300-400 سنه اللي ممكن انه يعتمد عليها، وهي موجوده في المكتبه الملكيه وهي في مجلدات موجوده. يمكن ليه يطلع مثلا على المراحل اللي داز فيها المغرب باش انه يوصل لهذه المرحله هذه اليوم اللي العالم كله اصبح بشكل يعني شبه متطابق بان العداله القضيه كاينه. بالتالي هذا الشيء هذا كله باش يعرفوا الى كاينين ندوات، كاينين لقاءات، كاين تكوين، كاين كذا. والقضيه الوحده الترابيه لا تخرج على ثلاثه الحوايج: الامم المتحده والوثائق القانونيه اللي كاينه فيها وهي كتعتمد على المرجعيه التاريخيه، الجغرافيه يفهم كل واحد خصو يعرف شنو هي هذه المناطق، هذه المناطق المتنازعه واش هي كلها. واش الا كانت تكلم مثلا على جهتي العيون والداخله مثلا، واش هي بوحده؟ راه نهضروا شويه على قلمي، لان يجوا على المحبس الجهه الاخرى، في جهه الجهه الاخرى جهه تابعه لقلمي. لماذا هاد التقسيم هذا؟ شنو سببه؟ علاش جاب بالضبط؟ شنو هي الاسباب اللي خلات كانت هذا الشيء يكون بحال هكا؟ ونفهموا كذلك الجزء العنصر التيتوي المهم وهي البنيه الاجتماعيه، طبيعه القبيله، القبائل اللي هي متجدره في الانتماء تاع لهذا الوطن هذا والحب تاع لهذا الوطن تاعها والبقاء تاعها على الخط ديال الانتماء لهذا الوطن. يفهم كذلك هذاك البعد الروحي والرابط الروحي اللي كاين من خلال المذهب المالكي ومن خلال الانتماء للمؤسسات المالك عن طريق البيع. وبالتالي هذه كلها امور يمكن اللي يقدر على انه يوصلها بطريقه منهجيه بسيطه هو المحامي، لانه عنده هذا. ولكن ما كاينش بانه الفرض هو انه حتى العمل او الترافع ديال المحامي لا ينبغي ان يقتصر على الحدود الداخليه او الوطنيه، يجب ان يشمل حتى المنتديات الدوليه في الامم المتحده، في اللجان ديال حقوق الانسان كيف ما قلت. لنترافع خارجيا يجب ان نكون مؤهلين داخليا. الا بغيت نقنع هذاك الاخر بلغته، لانني انا الا بغيت نقنع الاخر خصني نقنعه باللغه ديالو. انا مثلا في الجنوب اغلبيه ديال الدول الافريقيه يتحدثون باللغه الفرنسيه، اذا اللغه الفرنسيه لغه ثانيه، اذا انا خصني نكون فاهم الموضوع تاعي باللغه تاعي الام وضبطه بعدا هو الاول وضبطه بعدا. بالمناسبه راه اغلبيه الوثائق، كل وثائق صادره على الامم المتحده هي الوثائق اغلبيه فيها باللغه الفرنسيه والانجليزيه. حنا علاش ترجمناها للعربيه؟ لغه رسميه بامانه علميه، ترجمناها للغه العربيه حتى يكون سهلا بالنسبه للمغاربه الاطلاع عليه بشكل مسترسل. منذ سنه 1952 من تقول لي بان القرارات اللي كاينه في هذه الكتابه منذ سنه 1952 قبل ما ياخذ المغرب الاستقلال، كيفاش كانت هذه الميف ديال الصحراء في الامم المتحده؟ بالتالي هنا كتطلع كيفاش لو انه كانت القضيه ماشي عادله، اذا حنا الامم المتحده كانت تحسم بان هذا الملف هذا راه ماشي ديال المغرب. كيطرح داك السؤال لماذا النزاع معروض امام اللجنه الرابعه وكان ماشي ما 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 ماشي
ماشي المغرب ماشي المغرب راه هو اللي مشى للجنان الرابعة لانه بغى يخرج المستعمر الاسباني، وان الميفيلا بقى تما في هذه المده هذه راه المغرب عنده آلية ديال الطرف وتعالى اللي كيعتبرها بان آلية نافعه لحد الان واعطت النتيجه تاعها. وبالتالي اننا الا ضبطنا احنا داخليا من خلال مثلا نعطيك مثال كل هيئه دير لنا واحد اللجنه تاعها، ها احنا مثلا قادير كمشروع دي احداث لجنه للدفاع على قضايا الحدود الترابيه، نفترض بانه هيئه اخرى بتدير مثلا هانجا دير لجنه التواصل من اجل تعيب قضايا الحدود الترابيه. طنجة مثلا تهتم لنا بالدول الناطقه بالاسبانيه بحكم ان اغلبيه الساكنه ديال طنجة يتقنوا اللغه الاسبانيه، احنا في الجانب في كادير اغلبيه ديال الناس جام كيتقنوا اللغه الفرنسيه. نمشيو منطقه مثلا الهيئه مثلا ديال بني ملا ولا ديال خريبكه اللي بزاف ديال المهاجرين كاين في ايطاليا، اذا هادو كيقوم بهذا الدور هذا على مستوى ايطاليا، وبالتالي بحال هكا يمكن ينفتحوا. ما كاين عندنا راه ماشي عندنا، كاين عندنا الاتحاد الدولي، كاين عندنا اتحاد محامي العرب، كاين عندنا الامم المتوسطه للدفاع عن انه يكون تشبيك على مستوى المنظمه الدوليه. يجب ان بعد ان يكون بعد المحامي مؤهل داخليا وفكريا بالمنهجيه ديال الترافع عنده قناعة، يعني داخلية. ماشي قناعة بالانتماء ولا قناعة بالفكر بالوثائق بالفهم بالمستندات بالاتفاقيات، بالتالي يعرف دوك الحروب اللي دازوا ديال الصحراء يكون فاهمهم مزيان. ما عرفتش واش ممكن ايضا ندخلوا حتى المحامي ديال المغاربه في الخارج. كانت المبادره ديال الوزير بن عتيق هي في زمان ديال كانت فكادير بعدا بالمناسبه ديال محامون العالم، كان على اساس ان كيف يمكن الاستفاده من هذا المحامون العالم باش انهم يكونوا هما عندهم مكاتب ديال الاستشاره. عندهم مكاتب. اللي وقع دابا هو ان اش كيوقع؟ كيمشي وزير كيجي وزير كتمشي كيمشي نقيب هيئه كيجي نقيب اخر كيمشي جمعيه مكتب جمعيه كيجي، بالتالي مازال ما تلاقيناش هذيك النقطه اللي تكلم فيها عائل البلاد من اجل التنسيق. التنسيق لاضفاء شنو النجاعه اللازمه. هذا تضافر الجهود راه كاين ماشي ما كاينش، راه كلشي المحامون وكلشي المغاربه راه في الداخل ديالهم، وكذلك حتى المؤسسات القضائيه حتى هي كانت فتحت في اطار على انه الدبلوماسيه القضائيه الموازيه، وكان بان لنا هذاك التبادل ديال الزيارات والتبادل ديال التعاون على مستوى المجلس على السلطه مجلس يعني محكمه النقد مع باقي المحاكم ديال العليا كذا. وبالتالي هذا راه في حد ذاته راه هو مدخل باش نوصلوا، ولكن اش كيوقع؟ اننا كنديروا مجهود ولكن كيبقى مجهود بحال قلتي مجهود فردي او مجهود معزول او مجهود غير متكامل. وبالتالي لو وصلنا العمليه ديال التنسيق وهي جات في الخطاب الملكي يجب تعزيز التنسيق لاضفاء النجاعه اللازمه على هذه الادوار وهذه التحركات. هذا التنسيق هذا اذا خصها توضع استراتيجيه فيها وزاره الخارجيه، فيها جمعيه هيئات المحامون المغرب، فيها وزاره العدل، فيها مجلس على فيها محكمه النقد، مجلس على السلطه القضاء، فيها الصحافه، فيها حتى الشق الرياضي. راه كاين عندنا راه الشق الرياضي يمكن يحقق لنا اللي ما يمكنش تصور على بالك، وهذا الشيء بان بانه كاس العالم بينت بانه اللي ما كانش كيعرف المغرب ولا كيعرف المغرب. كاين عندنا الشق الاعلامي راه ممكن على انه في اطار شراكات معينه ديال التكوين المشترك ما بين المحامون وبين القضاه على اساس انه كيفاش يمكن لنا نسهلوا يعني تمرير المعلومه وايصالها بشكل بسيط جدا باش توصل. اذا حنا الا كانت هذيك التعبئه الداخليه عند المستوى ديال المحامون والمحاميات بالخصوص، انا كان غير كنقول المحاميات لان التاثير على الاخر لا يكون دائما تاثير يعني بشكل ذكوري، لا راه يمكن لك انك متدايات نسويه المحاميات وكذا يمكن كذلك استثمار هذه المساله هذه. وهنا هذه يبين بانه يجب الابداع، يجب الا ننتظر شكون اللي هيقول لنا كيفاش نخدموا. ها يا سيدي الدور الخضراء عندك، عائل مالا عائل البلاد عطالك فرصه وعطالك بانك تكون لك الحظ والد يدافع على هذا الوطن هذا انطلاقا من الموقع تاعك واش كاين. اي هو عطالك، ولكن انت واش هو عطالك انت؟ غادي تستنى شي واحد يجي يقول لك نخدم؟ اذا بالتالي يجب على الهيئات ان تبحث على وسيله اللي من خلالها تبين بانه هذه القرارات هذا الاعلان ديال احداث اللجنه الدبلوماسيه ليس اعلانا مرتبطا بالقرار ديال المحكمه الاوروبيه باش لا خصو يكون بان هذه اللجنه هذه الدبلوماسيه الموازيه مؤسسه على قناعه ذاتيه عندها استمراريه وعندها الاليات ديال انها تخدم وتنتج ودير التقييم وكذلك دير النقد لراسها. الى دوزات مثلا عام وما نجحتش تجلس ودير النقد تشوف شنو السبب وتقلب على شنو هي الاليات من اجل
متجاوز هذاك التاخر ديال عدم تحقيق النتائج. لان الملاحظ استاذ مصطفى ما عرفش هذا النقاش هو انه لاحظت بانه في كل اجتماع لمكتب هيئه المحامين جمعيه هيئه المحامين كتذكر هذه اللجنه. انا رجعت للتاريخ في 2013 في السعيديه كان تنصيص على تاسيس واحد الجبهه وكل مره كل مكتب كيتشكل لنا واحد اللجنه هيئه المفروض هو انه مثل هذه الهيئه هذه او هذه اللجنه انها تضمن لها الاستمرار بغض النظر عن طبيعه المكتب او من يراس المكتب. دابا اللي وقع دابا نميزوا دابا الاهتمامات ديال المحامي في اطار قانون المهنة واطار الموقع تاعو في العداله وهذا الصراع اللي وقع خصوصا بعد الربيع العربي والحوار الوطني لاصلاح منظومه العداله وتنزيل هذه القوانين المرتبطه قولوا النتائج ديال الحوار الوطني والقانون المهني اللي حشنا شوقع فيه كذا هذا يمكن يعني خلى المحامون بحال الا هما اهتموا بالشان تاعهم الداخلي كذا باولويه اكبر لدرجه انه ولاو كيعتبروا بانهم كانهم مقصودين وتم انه كرا الجميع مثلا الجهد ديالهم ولا العمل اللي قدموه لفائده هذا الوطن هذا. بالتالي كان شويه ديال 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 التراخي على هذه المساله هذه. ولكن اخر مؤتمر ديال هيئه المحامون اللي كانت نظمته اكاديميه في الداخله راه كان الهدف تاعو الانفتاح على الدول ديال افريقيا لاول مره. ما عمرها سبقات بانه حضروا معنا ازيد من 46 ناقب من 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 دول اخرى من شمال افريقيا من دول عربيه ومن افريقيا وجنوب الصحراء مالي بوركينا فاسو نيجر السنغال موريتانيا العراق مصر لبنان البحرين وبالتالي الاردن فلسطين. وبالتالي بان بانه فقط ان كانت المبادره المغرب وجات هي بعد هذه المبادره بتكليف من 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 نقيب ديال اكادير الحاضرين في اللقاء ديال اتحاد المحامون العرب بيروت على اساس انه كيفاش نقنعوا هذوك النقباء يجيو عندنا المؤتمر ديال الداخله. ولاول مره في تاريخ المغرب كيدير مؤتمر ديال هيئه المحامون في مدينه الداخله برغم من كل شيء اللي وقع. ولكن كان هذاك الحضور القوي ديال 64 محامي ونقيب اللي كيمثلوا ازيد من 24 26 يعني هيئه افريقيه وعربيه كان بمثابه واحد الانتصار القضية بالجبة المهنية. هذا يجب استثماره. تعاون واتفاقية اللي كانت مع موريتانيا يجب استثمارها. أنا كنت مع النقيب ديال أكادير في السنغال بوركينا فاسو والنيجر النقابة تاعهم كيقولوا حنا على استعداد لخلق شراكات تعاون من أجل تبادل الخبرات المهنية. إذا وصلنا بحال هذا مدخل أيضا مدخل بمعنى أن الشخص يكون خص النقيب ولا المكتب اللي يجي من بعد يكمل وكذلك يجب هذه التجربة هذه أن يتم تطعيمها باش مثلا إضافة هيئات أخرين مثلا ذوك الهيئات الأخرين فتحوا على هيئات مثلا الناطقة بالإسبانية والناطقة بالإيطالية والإنجليزية كذا. بالتالي هذا هو اللي خصو يدار وهذا الشيء ونقدر عليه ونتمناو بأنه تكون هذا الإعلان على هذه اللجنة هذه الدبلوماسية بمثابة تأكيد مرة أخرى بأن المحامون دائما في القضية ديال الوطن والقضية ديال الوطن كتكون عندهم هي ذات الأولوية من اي شيء حاجه اخرى حتى وان كان الامور تاعهم المهنيه هي في محك حقيقي امام هذه المشاريع ديال التعديلات اللي مست بالحقوق تاعهم حسب ما هو لحد الان كاين في الساحه. ولكن القضيه ديال الوطن والوحده الترابيه كتبقى هي الرقم الاول والتعريف القضيه الوحده الترابيه كتبقى مسؤوليه ديال الجميع وشرح الموقف المغربي كيبقى شيء اساسي بالنسبه لنا حنايا نقدموه على قدر المستطاع وانتم الاعلام راه كتقوم بهذا الدور هذا نتمنى نكونوا موفقين. طيب شكرا استاذ مصطفى خلف وانت المحامي بهيئه اكادير وايضا مؤلف كتاب ملف الصحراء برفقه الاستاذ الهمزاوي. شكرا جزيلا لك مشاهدي الكرام كنتم معنا في هذا الحوار ضمن برنامج ضيفه قضيه. شكرا جزيلا والى اللقاء في حلقه قادمه بحول الله.